رح يجيبوا لي سيارتي مو هيك؟ خبرته لخليل هو بيجيب لك اياها. الموسيقى الكلاسيكية مفيدة للجنين وهو ببطن امه. عندي سيديات كتير بالبيت بعطيك اياهم لتسمعي. بدك بس هاي الموسيقى ديما خانم؟ لا، إذا بتحبي فيكي تسمعي شي تاني، بس أنا مشان ابننا هذا اللي بفضله. لا تخافي، موسيقى هادية وبتريح الأعصاب. بتعرفي إنه البقدونس كتير مفيد وهو مطبوخ؟ وخصوصي لقصص الرجيم. مظبوط. شوفي كأنك مو رايقة. بسببك تخانقت مع خليل وحاطة كل الحق علي. مين؟ بسببي أنا؟ يا عيب الشوم يا أسيل، معقول أنا حط الحق عليكي؟ بس هذا كله من تحت راس هديك اللي شايفة حالها وراحت وشكتنا. أنا كمان أكلت بهادل من مرت عمي، يعني من دون سبب وقعتنا ببعضنا. أكيد غيراني. بآخر فترة توترنا، شو رأيك نطلع نسهر أنا وياك لحالنا؟ الظاهر إنه حضرتك أخذي قرارك من زمان يا خانم. يعني بدنا نروح يا بيك؟ لوين بدنا نروح؟ حجزت مطعم حلو، أنا مزبطة كل شي اليوم. وأنا ما رح أعمل شي؟ الليلة بدي إياك تكون بس إلي. الله 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 الله. إن شاء الله ما أكون عم أزعجك. شو الموضوع؟ هلا الموضوع يعني مو هو صار حريق بالبيت والطقس مغيم برا ومنتشرة الأمراض كتير حتى بأوروبا كمان. شو عم تقول حضرتك؟ أنا ما فهمت شي. كل القصة اجيت لأسألك كيفك، بس لما سألتيني شو في. أنا منيحة شكراً كتير. لسه في شغلة، يمكن مليتي من القعدة، إذا بتحبي فينا نتمشى مع بعض. شكراً ما في لزوم. إذا كنتي خايفة إنه يشوفونا ولا يهمك، لأنه الكل بيكونوا نايمين. مو خايفة من حدا، تصبح على خير. معناها منطلع مع بعض بغير وقت. تصبحي على خير.